اصدار اوامر عاجله من الوكيل الملك باعتقال كل من له صله بفبركه التسجيل واللي كان منسوب للمحامي والحقوقيه زينب الخيار كذلك تورط محامي المساعد للمحامية في قضية التشطيب عليها من لائحة المحامين والقرار اللي جاء من طرف نقيب المحامين هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان إخواتي كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو ما تنسوناش باللايك ديالكم كذلك البارتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد إخواني إخواتي بعد ما تم رفع التقرير لدى قاضي التحقيق بخصوص القضية ديال تسجيل واحد التسجيل خطير واللي كان منسوب للمحامية زينب الخيار واللي تثبت لها في الطرد والتشطيب من هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء إخواني إخواتي، فالشكاية اللي كانت وضعتها زينب الخيار هذا قاضي التحقيق بهذا الخصوص والقرار اللي اتخذته الهيئة ضدها خصوصا وأن هناك مؤامرة فعلا ضد المحامية والطريقة اللي تم بها يعني الطريقة التعسفية واللي تم بها الطرد ديالها على أي الكاميرا إخواني إخواتي الكاميرا اللي كانت في القاعة واللي وثقات كل التفاصيل اللي عندها علاقة ب المحامية وكيفاش تقطت الأرض وكيفاش تم طردها من 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 دخول يعني إلى القاعة ديال هيئة المحامين وكان هي من حقها أنها تدخل يعني وتستشر مع نقيب المحامين لكن لا شيء من هذا القبيل إخواني أخواتي معطيات اللي هي خطيرة بهذا الخصوص وحتى أن هذا الملف ديال المرحوم نور الدين العطور اللي عنده صلة وعلاقة بهذا الملف فعلا زينب الخيار إخواني اخواتي اللي تعرضت للمؤامرة يعني من طرف هذه العصابة وحاولوا انهم يصفوها بأي طريقة الناس اللي عندهم يعني الغرض من هذا كامل ان المحامية تبعد من هذا الملف ما تبناش خصوصا ان الوقوف ديالها بجانب ابتسام ابتسام اخواني اخواتي اللي عندها غير الله سبحانه وتعالى وهاد المحاميه المناضله المناضله الحقوقيه اللي حالفه بالحلف انها توصل الى الحقيقه وانها يعني تكشف يعني كل الجنات مهما كانت المناصب ديالهم كذلك ابتسام اللي قالت بالحرف انها ماكيهماش انها تكون من عائلتها يعني ولو تكون الام ديالها فلازم انها تحاكم وتعاقب بخصوص هاد الفعله بالرجوع الى القضيه زينب الخيار اخوان اخواتي كانت تكلمات على القضيه ديال واحد القضيه اللي هي خطيره الرشوه فعلا تكلمات الرشوه ديال 40 مليون لكن ما كانش كتقصد بها رئيس هيئه المحامين بمعنى ان تلك يعني المراه اللي كانت دارت مع الحوار وكتكلم معها فهي كانت يعني كتحاول انها تغير او فبركت يعني الكلام ديال المحامية زينب الخيار وهادشي كله حاولوا انهم يستغلوا ديك الخطا او ديك الثغره وبالتالي رسلوه الى واحد اليوتيوبر اللي الان في الولايات المتحده الامريكيه وبطبيعه الحال كون ان العلاقه يعني غير يعني كانت علاقه متوتره بين يعني هذا اليوتيوبر وكذلك ابتسام وكاع الناس اللي كيتكلموا على الحق فهنا الى تذكرتوا ان ذاك اليوتيوبر اللي كان جا للمغرب وفعلا تلاقى بالام ديال ابتسام اللي هي زوجة المرحوم نور الدين العطور وعطاهم يعني وعطاهم الوعد على اساس ان هذا الملف غيمشي للحفظ لان الكلمة ديالو دائما اخوان اخواتي كنشوفوا دائما اي حاجة كيقولوا كتوصل فهنا لازم اننا نفتحوا التحقيق او سلطات الامنية تفتح تحقيق بخصوص هاد التسريبات التسريبات اللي كتكون مسبقة من طرف واحد الشخص ربما عنده يد يعني مع هاد الناس ربما عنده يد مع مسؤولين لكي كيحميو يعني الزوجه فعلا القضيه خطيره وخطيره جدا فالفبركه ديال هاد يعني هاد التسجيل الصوتي واللي كتكلم فيه يعني زينب الخيار استغلوا هاد الثغره وبالتالي حتى هو قام بالدور ديالو ورسلو الى رئيس هيئه المحامي مدينة البيضاء بعد السماع الكلام تبين له انه الكلام منطبق مع الكلام اللي كت الصوت نفس الصوت اللي كتكلم به المحاميه وهنا فين كانت الصدمه بعد ما يعني خرجوا بديك القرار يعني الصادم او المفاجئ وهذا الشيء اللي خلى ان المحاميه كتعيش واحد الحاله نفسيه صعيبه جدا خصوصا وانها عارفه راسها انسانه حقوقيه انسانه كتكلم وكتدافع عن المكلومين المظلومين لكن بهذا يعني المفاجاه اللي خلقوا الناس اكيد كيحاولوا انهم يتامروا عليها من اجل الازاحه ديالها من هذا الملف ديال المرحوم نور الدين العطور اخواني اخواتي فالزوجه ديال المرحوم نور الدين العطور اللي عندها يعني علاقه بهاد الناس كاملين وهي كطالب ميران وتكران وكتحاول تتصل بهم وكتقول لهم واش ما عندكمش يعني واش ما قديتوش انكم توقفوا هاد الناس هاد اليوتيوبرز كيتكلموا هاد الناس الحقوقيه كيتكلموا على المرحوم نور الدين العطور واش ما قديتوش انكم تحبسوهم قبل ما تصدم بالكلام ديالهم ويقولوا بالحرف انك غير تكلمي دخلي سوق راسك ما بقاش تكلمي على هذا الملف وحنا قادين بالشغل ديالنا فعلا قادين بالشغل ديالهم اخوان اخواتي هاد الناس المؤامره يعني خارج الحدود في امريكا يعني الخطط خدامه تحت الدف باش انهم يورطوا المحاميه زينب الخيار وراه ماشي غير هي الورطه اللي غيحاولوا يورطوا انما غيورطوا في شي حاجه شي حاجه اخطر بكثير لان السيده دائما كتخرج في مواقع التواصل الاجتماعي وكتتكلم يعني بواحد النيه صافيه وكتحاول انها توصل الخبر لجميع متتبعين هذا الملف لانها متحمسه وفعلا عرفات الحقيقه خصوصا انها سمعت التسجيلات الهاتفيه 20 مكالمه هاتفيه لسمعتها بخصوص هاد الناس متورطين بما فيهم مسؤولين وهذا اللي خلى انها تدخل في واحد نهيار عصبي لها السكر داخل قاعه الهيئه المحامي للدار البيضاء وهنا لازم اخواني اخواتي فتح التحقيق حول هذه الملابسات وشكون هو المتورط الرئيسي في هاد الفعله كلها فالاكيد الوكيل العام للملك اخواني اخواتي اللي غيصدر فعلا اوامر ديالو باعتقال كل من له صله في هذا القضيه كل من له صله بمعنى يعني اللي فبرك الصوت صوتي اللي حاول انه يعني يخلق مشاكل للمحاميه باي طريقه اللي حاول انه يتمص الملف ان هذا الملف راحتو توا عنده علاقه ديال المرحوم نور الدين العطور لانه فعلا القاضي التحقيق بعدما بعد ما جاء التقرير من الفرقه الوطني للدرك الملكي وتصدم بعض المفاجآت اللي خطيره وخطيره جدا راه هناك مسؤولين كبار اخواني اخواتي راه مسؤولين كبار يعني الى تم تجبد السميات ديالهم فكل شيء غيمشي فيها كل شيء غيمشي فيها وهادشي اللي خلى ان الزوجه في بدايه الازمه أو في بدايه يعني بدايه تم يعني 2018 يعني في الواقع كانت دائما كتكلم مع ابتسام كتقول لها سكتي وحاولي انك تلتزم الحدود ديالك لان هذه القضيه راه داخل فيها ناس كبار فعلا الناس داخل فيها ناس كبار وراه فعلا يعني ست سنوات وما حامينها فاكيد ان هناك شي مسؤول اللي بجانب هاد الزوجه وهذا أخواني اخوان اخواتي راه خطير وخطير جدا فهذه قبل اسبوعين سمعنا انه تعطات يعني تعليمات عليا السلطات العليا على اساس ان هذا الملف يتم الطي ديالو يعني بعد ما يتم الكشف على جميع الجونات لانها في واحد البلد بلد اصلاحات اخوان اخواتي ضد الفساد لان مؤخرشنا اعتقالات كثيره اعتقالات سعيد الناصري كذلك بعض الوزراء هذه القضيه يعني صراحة هذا ما يتليس الصدر ديالنا بخصوص هذه الاعتقالات وهذه اصلاحات جذرية بخصوص اصلاح الفساد في بلادنا المغرب الحبيب. اليوم جاء الدور على بعض رجال الامن ومسؤولين امنين كبار اللي عندهم صلة بهذا بهذا القضية ديال المرحوم نور الدين العطور وهذا الشيء لازم اخواني اخواتي اننا ما نسكتوش عليه لانه خطير وخطير للغاية. اخواني اخوات الى حدود هذه الساعه نكتفي بهذا القدر في في انتظار ما هو جديد فما تبخلوش عندنا باللايكات ديالكم كذلك لبارطاج هذا الفيديو دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته